لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم أيها المشاهدون الأفاضل، واسمحوا لنا أن نأخذكم في إطلالة على عرفات رفقة شيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز الوكيل، فمرحبا بك شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين شيخ بدر. جزاك الله خيرا. إنه مما لا يخفى عليكم أيها المشاهدون الأفاضل أن الأمة الإسلامية بأسرها تنتبه وتتحفز ليوم عرفة. إنه يوم عظيم من أيام الله في الأرض، فإذا كانت ليلة القدر تعتبر درة تاج العشر الأواخر من رمضان، فإن يوم عرفة يعد درة تاج الأيام، فإنه يوم عظيم من أيام الله في الأرض، يستدعي الله تعالى حجاجه الميامين فيخرجهم من حرمه الأمين، يخرجهم من جوار الكعبة المشرفة ومقام السعي بين الصفا والمروة، وما يحيط البيت العتيق من الآيات، يستدعيهم إلى صعيد عرفات ليقضوا يومهم داعين مبتهلين متضرعين في ذلكم الصعيد الطاهر. فيا ترى لماذا سمي ذاك الصعيد الطاهر بصعيد عرفات؟ وما هي فضائل هذا اليوم المجيد؟ وما هي مآثره؟ وما هي أعماله؟ وما هي بركاته؟ هذا ما سنتناوله في هذه الحصة المباركة. وأتوجه بالسؤال الآن لشيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز، فأقول له: لماذا سمي ذاك اليوم العظيم بيوم عرفة؟ لكم الكلمة يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء مع مشاهدي قناة القلم المباركة، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان القلب. ثم أقول وبالله التوفيق، المولى سبحانه وتعالى امتن على عباده بالكثير من المنن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في دهره نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم. نفحات كثيرة، نسمات وهبات عليلة، فعلى المسلم المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة أن تتعرض لهذه النفحات الربانية. من أعظم هذه النفحات الربانية يوم عرفة. لماذا سمي هذا اليوم بيوم عرفة؟ العلماء تقريبا قالوا العديد من الشروح من التفاسير، فقالوا سمي هذا اليوم بيوم عرفة لأنه عندما نزل آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض تعارف في هذا المكان بعد طول فراق. ومنهم من يقول إن هذا اليوم سمي بيوم عرفة لأن الناس يتعارفون فيه، فقد جاءوا من كل حدب وصوب،
من كل مكان في الأرض، أبيضهم وأسودهم، أصفرهم وأحمرهم، كبيرهم وصغيرهم، يتعارفون على تقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك فهم في هذا اليوم، في يوم عرفة، يعترفون بتقصيرهم، يعترفون بتذللهم، يعترفون بحاجتهم إلى رب هذا الموقف، إلى رب عرفات ورب الأيام كلها. لذلك سمي والله أعلم هذا اليوم بيوم عرفة. وهذا اليوم أيها الإخوة الكرام له فضل عظيم كما ذكر الشيخ. كيف لا، والله سبحانه وتعالى اعتبره يوم إكمال الدين. جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أمير المؤمنين، آية نزلت في كتابكم، لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فسأله أمير المؤمنين: وما تلك الآية؟ فقال: قوله في كتابكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إننا لنعرف على من نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، فنحن نحتفل بها كل جمعة وكل سنة في يوم عرفة. هذا اليوم أقسم بالله به الله سبحانه وتعالى، فقال جل من قائل: والفجر وليال عشر. هذا اليوم عندما يقسم الله سبحانه وتعالى العظيم لابد أن يكون المقسم به عظيما جدا. وليال جاءت كما هو معروف نكرة، لم تأتي معرفة كبقية الأقسام. والفجر ثم ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، كلها معرفة، إلا وليال عشر جاءت نكرة زيادة في تعظيمها وفي قدرها عند الله سبحانه وتعالى. بوركت يا شيخ، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. ونعلم جيدا أن الوقوف على صعيد عرفات هو ركن من أركان الحج، بل هو الركن الذي لا يتقدم ولا يتأخر عن زمانه وعن مكانه. ومن أصاب الوقوف على عرفة بنية فقد أصاب الحج بإذن الله تعالى. لكن هذا اليوم فيه من القدر والجلال، وقد وردت في شأنه عدة أحاديث. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وكذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمؤمنين أن الله تعالى يتقبل دعاء الحجاج ومن قام على صعيد عرفات، وحذر المؤمنين من القنوط من رحمة الله عشية عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس ذنبا عشية عرفة من ظن أن الله لن يغفر له ذنبه. وبذلك فإن الله تعالى دعانا عشية عرفة للإكثار من الدعاء والتوجه إلى الله تعالى. فلو سألتك يا شيخ، ما الحكمة من تقديم صلاة العصر وأدائها مع الظهر جمعا
جمع تقديم مع التقصير، ونؤخر المغرب إلى أن نحل بالمشعر الحرام. فماذا يفعل الحجاج طيلة هذه الأمسية؟ وما هي رمزية هذه الوقفة وهذا الاجتماع على الدعاء والابتهال لله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع وقصر في منى، ولكنه جمع وقصر في عرفات. جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، وجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. لماذا يا ترى؟ حتى يعطي الفرصة للواقفين في صعيد عرفات حتى يكثروا من الدعاء، حتى يكثروا من الابتهال لله سبحانه وتعالى. وعندما ذكرت ذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سئل فقيل له هذا ثناء يا رسول الله وليس دعاء، فقال أما سمعتم قوله تعالى في الحديث القدسي إذا انشغل عبدي بالثناء علي عن مسألته كفيته مسألته. سبحان الله العظيم. نعم نعمة كبرى. نعمة كبرى. أليس الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يدنو دنوا يليق بمقامه سبحانه وتعالى على أهل الموقف، يتجلى عليهم نعم، ويباهي بهم ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الحمد لله رب العالمين. وكما قلت أول ذنب يعمل الإنسان بعد خروجه من عرفات، يعني عندما ينفر ويذهب إلى مزدلفة بإذن الله سبحانه وتعالى، أول ذنب يعمله أنه يظن أن ربي مغفر له. لا غفر لك، أنت تنطبق عليك الآن ما قاله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، يعني عزيره. الحمد لله. نعم الحمد لله على فضل وسيد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الوقوف بعرفات ونفر بإذن الله إلى مزدلفة قال لبلال أنصت إلي الناس يا بلال، جمعهم خليني مش أقول لهم كلمة. إيش قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال أبشروا فقد جاءني جبريل وقال لي يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك إني قد غفرت لأهل الموقف كل ذنوبهم إلا التبعات. سبحان الله، التبعات يعني حقوق الناس. نعم. هيك علاش الإنسان يزم يرد باله على أعماله وتجاه الناس وعلى لسانه وش يقول في الناس، علاقاته الاجتماعية. نعم. نعم. لكن بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت يصل المزدلفة وزاد من الذكر واذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم. واذكروه كما هداكم. نعم. قال يا بلال أنصت إلي الناس، جيبهم مرة أخرى. اشتمى قال لهم أبشروا فقد جاءني جبريل وقال لي يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك لقد غفرت لأهل الموقف ذنوبهم حتى التبعات. حملت عنهم التبعات واللي هو يتكفل بأخذ بردها لأصحابها. فماذا كان رد فعل سيد عمر بن الخطاب؟ نعم. قال ألنا هذا خاصة يا رسول الله؟ نعم. أم لكل المسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة هو لكم ولمن جاء من بعدكم. فقال رضي الله عنه سيدنا عمر كثرت رحمة الله يا رسول الله، كثرت رحمة الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله الواسع. وكان هذا بعد صلاة الفجر صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، بعد أن صلى الفجر جاءته هذه البشرى، لأنه حين دعا الله تعالى في أمسية عرفات ضمن الله له أن يغفر لكل من قام على صعيد عرفات إلا التبعات. فحين ألح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المشعر الحرام بشره الله تعالى حين أرسل له جبريل عليه السلام بهذه البشارة الكبرى، وهذا الفضل يمتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أريد أن أعود قليلا شيخي الفاضل، لأنه لنا أن نسأل ما هي الحكمة وما هو الدرس
حين يفرغ الله تعالى الحجاج عشية عرفة في هذا الموقف المهيب، كان يمكن أن يكلفهم بصلاة كصلاة التراويح، نعم، كان يمكن أن يكلفهم بأذكار بالآلاف، لكنه لم يكلفهم بشيء من ذلك، إنما دعاهم للوقوف بالدعاء والتضرع. لماذا؟ لنا أن نسأل، وهذا فيه درس مهم جدا. الدعاء ابتداء يعتبر العبادة المنسية، نعم. الدعاء كما ورد في الحديث، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة وإن ضعفه بعض أهل العلم. ولكن فلنتأمل في القرآن الكريم، فمثلا حين نقرأ قول الله تعالى في معرض آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولو قرأنا قوله تعالى في سورة الفرقان مثلا، يقول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن هناك دعوات متكررة في القرآن الكريم للتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. يقول الله تعالى: قل من يجيب المضطر إذا دعاه. إنه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد، حتى أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن كأن الله تعالى يقول للعباد مجتمعين: اشتغلتم بالدنيا واشتغلتم عن الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة، عبادة جليلة، بل الصلاة في اللغة هي الدعاء. كأن الله تعالى يوجه عناية خلقه وعباده في هذه الأمسية العظيمة، الأمسية الحاسمة، في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم المعلوم، إلى الدعاء. وعباد الله كلهم في حاجة أن يتضرعوا إلى الله، أن يتعرفوا إلى الله، أن يبسطوا شكواهم، أن يسألوا حوائجهم. ولذلك هذا من أهم الدروس التي نستقيها. هناك درس آخر يا شيخ لو أننا نسلط عليه الضوء، وهو المظهر والمشهد في تلك الوقفة. بماذا يذكرنا؟ ما هو الدرس المستفاد من جمع المسلمين على اختلاف ألوانهم وألسنتهم في صعيد واحد، يلهجون بالذكر وبالدعاء، يتوجهون إلى الله تعالى، تتشابه وتتمايز أجسادهم، يكسو البياض ألوانهم؟ بماذا يذكرنا؟ ما هو الدرس المستفاد من هذه الوقفة الجليلة وهذه الوقفة العظيمة؟ جزاكم الله خيرا. حقيقة الإنسان المسلم عندما يستشعر معنى النسك الذي يفعله، فإنه يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى بالكثير من الفائدة. لأن إذا كانت عباداتنا مجرد عادة فإنها لا تنفع. ولذلك عندما نعطي مثال بسيط، عندما نذهب لنطوف بالكعبة، ربي سبحانه وتعالى كلفنا بصلاة نصليها في كل وقت وفي كل مكان، نصوم في أي وقت، في شهر رمضان نزكي، وفي إلا الحج قال إجاني إجا لبيتي، طوف حول البيت العتيق، نعم، وخلي على يسارك، نعم، وطوف الوه زعمة. علاش؟ كأنني أقول: يا ربي أنا مجرد ذرة صغيرة أدور كما يدور جميع مخلوقاتك من كبيرهم المجرة إلى صغيرهم الذرة، وأنا أطوف مثلهم. ثاني حاجة، أنا يا ربي عندما كنت في بيتي وفي وطني كنت أذنب، كنت أفعل الأفاعيل مع عقارب الساعة، هكما؟ نعم نعم. ثم أنا أتيت الآن لأطوف ضد عقارب الساعة كأني أغسل ذنوبي، كأني نعمل في فورماتاج لأنسجم مع الكون، نعم، المفطور على، نعم، على جبلة الطاعة والانقياد والخضوع لله تعالى. الخروج إلى عرفة، نعم، والناس كلهم أجسامهم أحياء في لباس الموتى، أموات، نعم، سبحان الله العظيم، هذا درس كلها بياض، لا ثم فرق ما بين رئيس ومرؤوس، نعم، ولا خادم ولا مخدوم، نعم، ولا كبير ولا صغير، نعم، ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر، كلهم على صعيد واحد
كلهم يستقبلون القبلة، كلهم يدعون ربا واحدا، وهم متيقنون أنه يتجلى عليهم. بل إن هناك من الناس من حضر في بعض مواسم الحج، سنوات الحج، من رأوا عياما اسم الجلالة مكتوب على الغيم في الأفق. الله أكبر. نعم. ولله الحمد. هذا دليل على أن المولى قد تجلى عليهم. نعم. وفعلا الذي ذهب إلى ذلك المكان ودعا في هذا الوقت ما بين العصر والمغرب قبل النفرة، حقيقة يشعر أن الله سبحانه وتعالى معه، يستجيب له ويسمع كلامه ويعطيه سؤله بإذن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. فأهل عرفات إنما هم في قيامة صغرى. أحسنت. هذه في يوم المحشر الصغير. أحسنت. كل في يوم المحشر الصغير من نجيبش تدعي. نعم. لأن الناس لا يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصحبتي وبنيه، أقل ما يمكن أنك تعمل نوع من التدرب من التربص لذلك اليوم العظيم. عظيم. نعم. في يوم عرفة. نعم. أحسنت. والملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله تعالى الآن حسب الإمكانيات أصبحوا الآن يرقبون ويتطلعون ويراقبون ويواكبون وقفة عرفة الجليلة، وهم ينظرون ويستشعرون هذه المعاني. فمن هو موجود في الخيام هو خاشع متضرع متوجه إلى الله تعالى، لا ينظر إلا إلى محيطه. أما نحن عبر الأقمار الصناعية ننظر إلى صعيد عرفات كاملا، وننظر إلى الملايين تكسو أرضية عرفات، وننظر إلى الألوان والأجناس والألسنة المختلفة. كل الناس يتوجه إلى الله داعيا متضرعا مبتهلا خاشعا ذليلا معترفا بذنوبه وتقصيره. عندها تكتشف عظمة الله وعظمة هذا الدين الذي يوحد الملايين في مشارق الأرض ومغاربها ويحيطهم بهذا المحور الأساسي حتى ينسجموا مع الكون. إنها بالفعل صورة مصغرة ومشهد من المشاهد المصغرة ليوم القيامة، حتى تعتبر القلوب وحتى يتهيأ الإنسان لهذا اليوم العظيم كأحسن ما يكون. في ختمة الحصة متاعنا المباركة نحب نوصيو أخواننا وأخواتنا اللي يشاهدونا، شنية أهم الأعمال اللي نعملوها يوم عرفة لغير الحجاج حتى ننسجم مع الحجاج الميامين ونكونوا مترابطين معهم، وحتى يشملنا فضل الله تعالى في الأجر والمكرمة والعفو والغفران. نفرحوا نفرحوا كما فرحوهم. نعم ونفرح. نعم. وهو كذلك هي الطاعات كلها باهية في يوم عرفة. نعم. لكن أحسن ما نعمله أن نصوم يوم عرفة. نعم. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تكفل. نعم. أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب سنة ماضية سنة وسنة مقبلة. هذا فضل كبير برشا. نعم. الطاعات كلها باهية. نتذكر الناس المحتاجين. أحسنت. نتذكروا أهلنا ومالينا المحتاجين، نتذكروا الأرامل اليتامى. الإمام زين العابدين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم. نعم. قال إن الله أخفى ثلاثا في ثلاثة، من جملتها أخفى رضاه في طاعته. الله أكبر. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا، مهما طاع فيها اليوم هذا باهية، مهما عمل طيب في هذا اليوم باهي. ما سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجة في قضاء حاجة أخيه كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة وحطت عنه بكل خطوة يخطوها سيئة، قضى الحاجة أم لم يقضيها. الحمد لله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني حتى ما لقيت ما تعمل لها النهار هذية تكلم الكلمة الطيبة، تبسم في وجه أخوك، ما تعبسش. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قال لنا لا تؤمنوا حتى تحابوا، هكما. نعم. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلامه بينكم. بارك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وانا مطلوق الوجه. نعم. يا سيدي هذه من جمله الاشياء اللي ربي سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام. نعم. واطعموا الطعام. وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. إذن يا أخوة الإيمان نوصيكم في خاتمة
هذه المصافحة الإيمانية المباركة بأن تحسنوا العمل في يوم عرفات. يوم عرفة لا يختص به الحجاج، بل هو يوم عظيم في سائر أرض الله في شتى أنحاء المعمورة. صيام يوم عرفة هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لغير الحاج، وحين سئل عن فضله قال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. كذلك سائر ألوان البر، من صيام، من صدقة، من صلاة نافلة، من ذكر لله تعالى، من تلاوة للقرآن، من دعاء يا إخوتي، من إصلاح لذات البين، من زيارة للأرحام، من زيارة للمرضى، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وأختم هذه الحصة المباركة بقول الله تعالى حين أوصى الحجاج والمعتمرين أن يواصلوا في الدعاء والالتجاء حتى بعد إفاضتهم من عرفات، قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كلمة الختام شيخ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا الوقوف على صعيد عرفات في السنة القادمة، ونسأله جل وعلا أن يشركنا في أجر الحجيج، وأن يكتب السلامة والأمانة لحجاج بيته الحرام، وأن يتقبل وقوفهم على صعيد عرفات، وأن يعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين. إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. والله ليس لي تعليق، أعلق بالمدر على الدرر. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، وعاد الله هذا اليوم على الأمة الإسلامية وهي موحدة منسجمة، والقدس قد رجعت إلى درتها وإلى أهلها وذويها. اللهم أمين يا رب العالمين. تكون هذه الكلمات هي مسك الختام. نسأل الله العلي العظيم أن يكتب السلامة والأمان لحجاجنا الميامين، وأن يكتب لنا من الأجر مثل ما كتب لهم، إنه بر تواب رحيم. ونسأله أن يهدينا لخير الأعمال وخير الأقوال، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله.